السلام عليكم. وعليكم السلام خويا. سي سفيان. مرحبا. انت كنتي من اخر الناجين في الانفجار اللي كان وقع نهار 22 دجنبر 2022 العشيه، الوقيته اللي كان هذاك التسرب ديال الغاز في واحد الشركه ديال الغاز بلا فاليز مدينه المحمديه. في لا فاليز. حاول تحكي لنا هذيك الظروف اللي كنتي فيها انت في المنزل وما معك حتى واحد، حتى من التليفون وباش يخدم ليك، وبزاف ديال المسائل. المهم حكي لنا الواقعه كيفاش طرا لك. الوغ سيدي، هذاك النهار كيف الايام العاديه جالس في الجهاز الكمبيوتر تاعي كنخدم الاعمال ديالي اليوميه، حتى كنتفاجئ بالصراخ. دائما حنا كنشمو تما رائحه ديال الغاز عاديه، يعني ولفناها ولينا كنقولوا راه هذا شيء عادي من كثر ما ما ديما كتكون. مي داك النهار كانت شويه قويه، شويه كنسمع الغوات في الزنقه تقطع الضوء، تقطع الضوء. هو هذاك ديك الساعه فين انا انتبهت بلي كاين شي حاجه ماشي نورمال، شي حاجه ماشي عاديه. نورمالمون ما عمرو تقطع الضوء تما الا الا كانت الشتا كثيره ولا شي حاجه اللي كيقطعوا الضوء. مي ديك النهار تقطع الضوء، كنلاحظ بان الناس كنسمع الغوات في الزنقه، وانا يعني ريوه عندك وهكذا، والناس كيقولوا زراب هرب هرب. كنقول انا شنو كاين، ما عرفتش. بديت كنعيط لانه انا في ديك اللحظه الباب مسدود عليا. انا نورمالمون كنجلس في الغرفه ديالي، كنقوم بالاعمال ديالي، كنخلي الباب ديال الغرفه محلول لانه بحكم انني انا ما نقدرش نحل الباب بيدي، والباب ديال الزنقه ديك الساعه نقدر نحلو هذاك ماشي مشكل. الباب ديال الغرفه ديالي كان مقفول داك النهار، يعني كتب الله انه يكون مقفول. ما قديتش نفتحو. بديت كنعيط كنغوت، واه عباد الله واش كتسمعوني، واه عباد الله حتى واحد ما سمعني. واحد شويه وبديت كنسمع الانفجارات. ملي بديت كنسمع الانفجارات الناس هربوا، ما بقيتش كنسمع الحس ديال الناس كيهضروا. والطوموبيلات كانوا قبل من الانفجارات كانوا الطوموبيلات بواحد الشكل كبير بزاف، لان لا فاليز كتعرف كيكون عامر. الو كنسمع الطوموبيلات غاديين بواحد السرعه هربانين. واحد شويه ملي بداو الانفجارات ما بقيتش كنسمع شي حاجه. سمعت الانفجار الاول بعيد ولكن كبير، وراه كنسمع واحد المجموعه ديال الانفجارات صغار. كنقول واش هذا شي مفرقعات ولا العاب ناريه بحال داكشي ديال الدراري. واحد شويه بدا الانفجارات بداو كيكثروا ومتابعين بالزربه، ويت كنقول واش كاينه الحرب، واش كاين شنو واقع، ما عارفش. حيت مقفول عليا الباب، عندي واحد الشرجم صغير عالي هو اللي كيبان ليا منه غير الضوء ديال ديك الساعه، باقي ما كاينش العافيه بزاف، كاين غير الاصوات ديال الانفجار. واحد شويه وبدات القضيه كتسكت وكيكونوا على الانفجارات الكبار. تما انا عرفت بانه كاين مشكله غتكون في داك المخزن ديال الغاز. هو ماشي وزين، هو مخزن ديبو ديال الغاز. الو عرفت بها تكون مشكله. حاولت نهز التليفون باش انني نتصل بالاخت ديالي اثناء هذاك الشيء ما هو واقع. كنكتشف بان الريزو ما كاينش، لان ديك البلاصه حدا البحر. الو الريزو بعض المرات كيمشي بعض المرات كيجي، وخصوصا في هذاك النهار الريزو ما كاينش كاع نهائيا، ماشي غير قليل. بقيت شاد التليفون في يدي، وكل شويه كنحاول ندير مود افيو ونعاود نطفيه باش نحصل على الريزو زعما كاين. حتى تمكنت بانني نتصل بالرقم الاول اللي في التليفون ديالي هو الاخت ديالتي، باش نقول لها شوفي شنو كاين، انا ما عارفش شنو كاين. الكلمه اللي قلت لها راه كنسمع التفرقيع في لافاليز، راه ما عارفش شنو كاين، دخلي شوفي شنو كاين. دخلات لقات كتشوف وسائل الاعلام والجرائد الالكترونيه كلهم دايرين اللايف بانه راه كاين الحريق وكاين انفجارات. قالت لي ديك الساعه انا قطعت معاها، هي شدات الطريق بدات جايه، وهو وقع الانفجار الكبير. داك الانفجار الكبير انا باقي لداخل. ديك الساعه العافيه ضربات تحت عند الشرجم، كتبان لي هذيك الالسنه ديال اللهب وداك التشاش وداك الشيء راه كيوصل لعند الدار. انا صافي ديك الساعه شهدت، فقدت الامل بانه راه غادي نقدر نجو. قلت راه في اي لحظه غيعاود ينفجر شي انفجار اخر كبير وغيديني معاه. درت الشهاده ديالي، درت جهت بعدت على الشرجم باش ما وقع شي انفجار ولا حاجه ما يجينيش في وجهي. حاولت تحمي نفسي بامكانيات، درت راسي بين رجليا وبديت كنطلب الله وكندعي الله. هو اللي كان في يدي هذيك الساعه. واحد شويه عاود جا الارسال مره اخرى، اتصلت بها قلت لها ما تجيش راه غادا تموتي، ما تجيش راه غادا تموتي، ما كاينش كي غدخلي، راه ما تجيش، راه كاينه العافيه بزاف. وديك الساعه كنسمع ان العافيه كتغوت بواحد الشكل اللي الصوت ديال كان واحد الصوت اللي ما عمرني سمعته في الحياه ديالي حتى لذاك النهار، وما عمرني غنساه. صوت مرعب جدا، الله ينجي كل انسان من هذاك الصوت. المهم في هذيك اللحظه بقيت انا كنطلب الله حتى طاح الظلام.
صافي طاح الظلام، مابقاش الضو، باقا العافيه كيبان لي غير الضو ديال العافيه، وداك الريفلي ديال هذاك الانعكاس ديالها في الشرجم هو اللي كيبان لي في البيت عندي. واحد شويه هي تدخل الاخت ديالتي من الباب، حلت الباب هي ورجال الوقايه المدنيه جاو المطافئ، قالوا لي خرج. انا ديك الساعه جالس على واحد الكرسي متحرك ديالي كهربائي، خرجت بديك الساعه بالسرعه القصوى اللي نقدر نتحرك بها. مشينا ما قدروش يقربوا لومبيلونس حدا الدار، حطوا واحد 200 متر لانه كان الخطر، العافيه كانت قريبه بزاف. ديك اللحظه داروا وقفت لي الكروسه ديالي لانها تثرات في واحد الحفره تما كاين، فاضطروا انهم يسمحوا فيها وفي كل شيء، وهزوني باش نقضوا الحياه ديالتنا حنا كاملين في هذيك اللحظه. هزوني كنشكرهم من هذا المنبر هذوك الناس اللي الصراحه اللي كيغامروا بحياتهم على قول باش يعتقوا المواطنين. هزوني في الطوموبيل ديال الاسعاف، سياره الاسعاف، وخرجنا ديريكت بعدنا على منطقه الخطر. هي ديك الساعه فاش قالوا لها واش بغيتي نديو الاخ ديالك للسبيطار ولا شنو نديروا معاه، قالت لهم لا غير ديروه ليا في الطوموبيل انا غادي نتكلف به، بحكم ان ديك الساعه الخلعه والتعقيد ديال كل شيء، وهما حتى هما عندهم العدد ديال رجال الاطفاء يلا كافي باش انهم يسيطروا على داك الموقف. الوغ الاخ ديالي ما بغاش انها تثقل عليهم اكثر، ولات كتقول عامل لي انا جبت وحي، راه هذا هو اللي كان، لان هي في الاول راه فقدت حتى هي الامن، اما ولات كتغوت، وقفت قدام المدخل وبقات كتغوت عليهم، راه خويا باقي حاصل لداخل. كاين بعض الناس اللي كيقولوا لها لا راه ما كاين حتى واحد، راه خرجوهم كاملين وهما راه انا باقي لداخل. قالت لهم لا راه يلاه قطع معايا راه حاصل داخل، وحتى انها تمكنت بانها توصل عند الكولونيل ديال الاطفاء، هو اللي عطى الاوامر باش انها تدخلوا معاها رجال الاطفاء انهم يديروا العمليه ديال الانقاذ ديالي. سفيان لقيت اللي حسيتي بانه كاين خطر بديتي كدعي الله؟ اييه. شنو الحوايج اللي فكرتي في ديك اللحظه؟ وديك اللحظه تفكرت اولا العائله ديالي، وتفكرت الحياه ديالي كيفاش دازت، يعني كيفاش كبرت، وكيفاش يعني حاولت كاع الامكانيات ديالي في المستطاع اللي كان عندي فيه قدره انني نوصل لشي حاجه. و جوج حوايج اللي بقاو فيا ديك الساعه هو انه ما شفتش الوجه ديال العائله ديالي، وانا كان عندي هذا خوف يعني من زمان هو انني نموت بوحدي، ما هذا الخوف دائما في الدماغ ديالي. والحاجه الثانيه هو انني ما وصلت لشي حاجه اللي انا باغيها، انا عندي بزاف ديال الاحلام وبزاف ديال الاهداف، وفي هذيك اللحظه كتقول كتب عليا الله ضاع عليا كاع داك الشيء اللي انا خدمت عليه، ولكن وليت كنطلب غير تكون الموتى سريعه وما يكونش فيها العذاب، لانه راك تعرف العافيه والنار، وانا ما عنديش حتى الجهد الا شدت لي العافيه في حويجي باش انني نطفيها. الوغ غادي تتعذب بالمعقول الا شدت لك العافيه في الحوايج ديالك او في البيت ديالك. الوقيته اللي سمعتي رجال الوقايه المدنيه حلوا لك الباب وتحل لك النور قدامك، يعني شنو اهم شيء فكرتي فيها؟ هذيك الساعه الحاجه اللي جات في الدماغ ديالي هو انه الله عطاني فرصه اخرى باش انني نزيد ندير اكثر، لانه يعني راه ولاده جديده، بان الواحد راه ملي كتكون عندك واحد كتقول صافي هذه هي النهايه، وكتفقد الامال وكتعاود تجيك عاوتاني بدايه فاش تعاود تكمل، راه تما هذيك هو الامل الاكبر، تما فين كيكون عندك الامل كيتزاد كيتضوبل، الطموح ديالك ما كيبقاش في نفس البلاصه، كيولي اكثر، كتولي كتقول مادام دزت من هذه ندوز من شي حاجه اللي صعب منها، وهذاك الفكر ديالي. سفيان دابا خرجتي الحمد لله على سلامتك والامور الله يسلمك مزيانه، وما تقاسيتي ما تجرحتي ما وقع والو، من بعد منا تواصل معك شي حد من المسؤولين، سول فيك شي حد، يعني تواصل معك شي حد على قبل الحاله ديالك، على ذاك الرعب اللي كنتي فيه، على ربما على امور اخرى ضاعت ليك مشات ليك ولا شي حاجه، تواصل معك شي حد ولا والو؟ لا حاليا ما اتصل معايا حتى شي حد، لا من جهه المسؤوله ولا من يعني الناس يعني اللي عندهم يعني السلطه ولا علاقه بالمشكل، تواصلوا معايا ولاد الشعب والناس يعني، سواء من هنا من المغرب ولا خارج المغرب، كيتصلوا كيسولوا فيا كيقولوا لي على سلامتك، وكنشكرهم كاملين الناس اللي اتصلوا بيا في الهاتف ديالي. الله يرحم لكم الوالدين وشكرا بزاف والحمد لله. السلطات حتى واحد ما تواصل؟ لا السلطات حاليا حتى شي واحد ما تواصل، حتى واحد مسؤول؟ لا حاليا حتى واحد، لا من المسؤولين ديال الشركه ولا من المسؤولين ديال السلطات نهائيا.
انا كنت حاضر اللحظه اللي جات الاخ ديالك كتغوت وكتقول خويا كاين الداخل، وحضرت حتى في اللقطه ديال انهم هزوك في لومبيلونس وجابوك فجابوك بلومبيلونس خرجوك على برا جيت الرونبوان ديال لافاليس وهزاتك الاخ ديالك في السياره. بغيت نعرف غير هذيك اللحظه ديال انك خرجتي من منطقه الخطر يعني، وخليتي من وراك الاعمال ديالك، خليتي من وراك الوثائق ديالك، خليتي من وراك كل شيء، يعني كيفاش فكرتي في الحاله ديال هذيك المنطقه بعد ما خرجتي انت؟ هذيك الساعه ما بقاش كيبان لي انايا الاعمال ديالي ولا الوثائق ديالي، كان كيبان لي جوج حوايج، يا السلامه ديالي وملي ضمنتها، ولا كيبان لي السلامه ديال الناس، ياك ماشي حد باقي. قلتها في هذيك اللحظه، قلتها للسيد اللي كان معايا في لومبيلونس، ياك ماشي حد باقي. قال لي لا انت اللي بقيتي الاخر، هو اللي طمني قال لي لا انت اللي بقيتي الاخر، راه ما بقى حتى شي واحد من وراك. من بعد ملي ريحت في الدار وجيت وتكالميت، اللي ديك الساعه بديت كنفكر بديك الخسائر اللي وقعت، خصوصا انه انا يعني المدخول الوحيد ديالي هو هذاك البيسي ديالي اللي كنخدم به، وهذاك الكروسه ديالي هي رجليا. يعني انا خصوصا الكروسه هي اكثر حاجه فكرت فيها في هذيك اللحظه، لانها اصلا يعني الكروسه الكهربائيه كيكون الثمن ديالها مرتفع، ومن مساعديني فيها غير الناس الله يجازيهم بخير باش ناخذ هذاك الكرسي. الوغ بحال خليتي رجليك، بحال كنتي صحيح، ودابا اللي وليتي من ذوي الاحتياجات الخاصه، خصوصا اني خليتها في الشارع، فاش كما قلت لك ما كانش الفرصه في انه. بعد ما انطفأ الحريق واحد من جارنا جروها ودخلوها للدار، ولكن لحد الان انا باقي ما عرفتش واش يعني سالمه ولا فيها شي مشكل، لان هذوك الكراسي راه فعلا حساسين، اكبر غير شي واحد يجرها بشكل غلط يهرس ليها شي حاجه ما غاداش تبقى تخدم. الوغ هذا في الاول وفي الاخر كنقول الحمد لله على السلامه، والحمد لله اللي كتب الله انه ما طرات حتى شي حاجه في الجسد ديالي. سي سفيان، دابا انت من الساكنه ديال ديك البلاصه، ويعني كيف ما قلتي قبيله في الاول، حتى ديك الرائحه ديال الغاز وهذا ولات عندكم معتاده لدرجه انكم غير كتشموها بطبيعه الحال. واش عمركم اشتكيتوا لشي حد من المسؤولين او لا من 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 الناس ديال الشركه او لا او لا او لا على هذا المشكل هذا، والتخوف ديالكم من انه يوقع شي مشكل بحال اللي وقع، او ربما اخطر، خاصه وان المنازل ديالكم ظاهرا بهم هاد الشركات هادو بهذا النوع؟ واش عمركم اشتكيتوا لهاد الشيء؟ وي جيران، واشتكينا ودرنا عريضه وقدمناها للمدير ديال ديك المنطقه ديال هذاك المخزن. يعني هضرنا مع المسؤولين اللي زعما هما عندهم الامكانيات. ملي كتهضر مع المسؤولين ديال الدوله كيقول لك راه مساله داخليه، يعني راه اللي عندهم المسؤوليه فيها هما اصحاب المخزن والمسؤولين على ديك الشركه، انما حنايا راه العمل ديالنا هو اننا كنفرضوا عليهم القوانين ديالهم. وهما كيقول لك لا حنا هذا الشيء عندنا راه عادي، ملي كيجيو كيقول لك راه التسربات عاديه، غير ديال التفريغ ولا الشحن ديال الغاز راه شي حاجه عاديه، راه ما كاينش شي تسرب. هذا الشيء اللي كيقول لك ما كايناش خطوره، ديما كيقولوا بانه لا توجد خطوره. هذه المسائل الوقائيه، واش دابا انت بحكم انك ود المنطقه وكما قلتي لنا دابا قلتي عندك كرسي متحرك كهربائي، يعني كتحرك كتخرج مره واش كتبان لك انت كاينه تما شي وسائل ديال الوقايه، كاين شي حمايه، كاين شي حاجه؟ شخصيا ما كيبان ليا والو، ماشي نكذب عليك، ما كاين لا يعني صنابير ديال الماء ولا شي حاجه. الا كانت شي حاجه وصلوا زين تقدر تقول، لانه بطبيعه الحال ما يخليوناش حنا ندخلوا، كاين الجدران ديال الحائط ديال الوزين ما كنعرفوش شنو كاين داخل، ولكن على برا ما كيبان لينا والو، اللي كاين شي حاجه ديال يعني وسائل الحمايه. خاص دابا انتم المنازل ديالكم كانت على مقربه من الحيط، هي كيفصل بيناتكم غير هذيك الزنقه، هذاك الشارع، هذاك الشارع هو اللي كيفصل بينا، هو اللي كيفصل بينكم وبين دوك الصهاريج ديال الغاز، داك الشيء اللي كاين. وهذاك الشارع اللي كيفصل بيناتنا هو اللي حمانا باننا ما تحرقناش في البلاصه، لو كان كنا في هذيك المنطقه لو كان كلنا متنا ديك الساعه، ما يقدر حتى شي واحد يغياجي ولا يطرى حتى شي حاجه. وهذيك المنطقه يعني واخا هي وصلوا وزينات وداك الشيء راه مهمش، حتى في الطريق ديالها انا شخصيا مع الكرسي المتحرك ديالي، رغم انني ان صلحت الدار ودرت مدخل، لان هاد المساله راك عارف الولوجيات بالنسبه للكرسي، ولكن كيبقى حتى داك الشوارع ديال ديك المنطقه كلها فيها دائما الحفار وفيها المشاكل بسبب يعني دوك الصهاريج الكبار اللي كيدوزوا تما، كاين الرموكات وداك الشيء دائما كاين الضغط. الوغ كاينش العينات. رسالتك لهاد الناس هادو اللي ماشي بصفتك انت كانسان ذوي الاحتياجات الخاصه، وانما كمواطن كيقطن بواحد المنطقه اللي ملغومه بهذا المفهوم هذا، كلها خطر وفيها سكينه، شي رساله ديالك؟
والرساله ديالي هو ديروا لينا شي حل لهاد السيتياسيون، لانه يا اما غادي توقع عاوتاني، وهاد المره غيكونوا اضرار بشريه وغيوقعوا، يقدر يوقع شي حاجه خطر من هكا، يا اما راه غادي دوك الناس اللي تما كاين راه غادي يمرضوا نفسيا وحتى جسميا بديك الرائحه وديك الغازات اللي كيبقاو يشموا. كاين طبيعه الحال دائما، حنا ولينا كنشموا الغاز بالليل وبالنهار، يعني راه ماشي زعما شي حاجه اللي جديده، لدرجه ان الانف ديالنا ما بقاش كيفرز ريحه الغاز. شكرا سي سفيان، نتمنى على ان فعلا رسالتك وصوتك وصل. تحيه ليك ولشجاعتك انك يعني استحضرتي الله سبحانه وتعالى في ديك اللحظه، قاومتي المقدور اللي عطاك الله. الحمد لله على ان حتى دوك الناس استجبوا النداء ديال الاخ ديالك وقدروا انهم يوصلوا ليك. الحمد لله. الحمد لله. شكرا سي سفيان، بارك الله فيك. شكرا لكم. نتمنى لكم مستقبل زاهر ان شاء الله. الله يحفظك. شكرا لكم.